البداية مثل ما قلت لا توصل للمواسم الاتفاقية، وكان بإمكان الحكومة الوحدة الوطنية أن يتم هذا الإطار في إطار اتفاقيات الاستثمار التي تتم عبر مؤسسة الوطنية والنفط دون الدخول في هذه البروتوكولات السيادية العليا كرئيس الحكومة أو وزير الخارجية. يعني كانت بإمكان أن تتم في إطار المؤسسة الوطنية للنفط كإطار للبرامج الاستثمارية المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف على النفط والغاز. لكن الوضعيه التي تم فيها بتصديق رئيس الحكومه ووزير الخارجيه ووزير النفط المكلف السيد الهويج جعلها اعطاها طابع وكانها اتفاقيه سياديه، ولكنها تظل مذكره تفاهم. اما بالنسبه للوضع الشرعي والقانوني فالوضع الشرعي والقانوني بالنسبه للصربات المتضاربه في ليبيا يعني في هذه الفتره الحديث عنها امر يشوب الكثير من الجدل. حتى الاتفاقيه السابقه التي تمت في اطار حكومه فايد السراج حكومة الوفاق الوطني تمت عن طريق المجلس الرئاسي بصفته في ذلك الوقت رئاسة يمثل رئاسة الدولة. الرفض والقبول ليس لعملية ما مصلحة ليبيا من هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، بل الأرباح التي تستجنيها ليبيا في عودة هذه سيطرتها على المياه الإقليمية ومدى ما تستجنيه من عملية التنقيب والاستكشاف وغيرها من الإيرادات والاستثمارات التي ستولى على ليبيا. لا يتم تقييمها من جانب الفرقاء والخصوم السياسيين في ليبيا في نظرية المع والضد. يعني على سؤالك لو تمت مثلا من بشار هناك من سيعتبرها ضربة معلم وكسب الجانب التركي ووصول إلى تسوية صحيحة في جانب حكومتي، ولما فعلها بيبي هناك من رفضها وهناك من أيدها بنفس الاعتبارات. أعتقد أن تركيا جاءت في هذا التوقيت لأن التوقيت يعني مخل مع قرب قدوم عبد الله بتالي الذي سيأتي بخارطة سياسية جديدة قد تغير المشهد بالكامل وتهيئ الانتخابات وربما سلطة تنفيذية مؤقتة، كذلك مع ترنح حكومة الوحدة الوطنية في هذه الفترة ومع انحسار أمر حكومة بشاغة. كل هذه الظروف دعمت الموقف التركي، إضافة إلى صراع الغرب مع روسيا ووضع روسيا في هذه الفترة في الوضع الروسي في الحرب، وكل هذه الأمور دفعت تركيا إلى المضي قدما بالإسراع في إتمام هذه المذكرة الخاصة بالاستثمارات النفطية النفط والغاز.